أشعر أن هذه هي رحلتي الأخيرة إلى مشهد. كانت هذه كلمات المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مرافقيه في تلك الرحلة. فالرجل المريض بالسرطان لربما هو اليوم طريح الفراش كما يقولون، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، يبدو أن هذه المرة ستكون مصائب الأب فوائد للابن. هذا هو مجتبى الذي يتحين الفرصة منذ أعوام كي يقفز إلى سدة الحكم في إيران بصفته الوريث للمرشد الأعلى في بلد يقولون فيه إن ذلك المنصب هو منصب غير قابل للتوريث، بل يقوم على اختيار المرشد مجلس متخصص. ولأن مجتبى مؤمن بأن ذلك الإرث التنظيمي لن يوصله إلى عرش إيران، فقد عمل على مدى عقود ومازال ليكون وارث إيران بمن فيها من والده المريض. ومن هنا تظهرت أفكاره عن مشروع خلافة الوراثة، وقد وضعه قيد التنفيذ بحيث يذهب علي ويأتي مجتبى بينما يبقى خامنئي. من يراقب الأوضاع في إيران اليوم يمكن أن يرى بأم العين نظاماً على حافة الانهيار، ليس فقط جراء التخبط بعد عام على خروج أوسع تحركات مناهضة للحكومة وبعد عقد ونصف على أولى احتجاجات أشعلت إيران، بل لأن النظام الإيراني يفقد كل يوم بعضاً من شرعيته جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة الناجمة عن عقوبات تأتت عن إرث من سياسة خارجية عدوانية، إضافة إلى رغبة مجتمعية إيرانية جارفة في حريات اجتماعية وسياسية أفضل. إلا أن كل ذلك لا يبدو مهماً بالنسبة إلى مجتبى الذي لا تفارق عيناه فراش والده المريض بانتظار لحظة الحكم، بعدما أعد العدة إلى كل شيء باستغلال أمراض الأب علي خامنئي الذي يفوق عمره 80. تجدر الإشارة إلى أن أمراض الأب تحدث عنها بالتفصيل الكثير من الوثائق، بينها وثيقة نشرتها ويكيليكس العام 2009، قالت فيها مصادر دبلوماسية أمريكية إن علي خامنئي يعاني من نوع من سرطان الدم. ثم جاءت تقارير الغرب العام 2015 لتؤكد إصابة الرجل بسرطان البروستات. ومع حلول العام 2022 ذاب بعض من ثلج التعتيم وبان بعض من مرج الأمراض، مع إلغاء اجتماع خامنئي بأعضاء مجلس الخبراء ثم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كان سيحضرها خامنئي، لتخرج بعدها تقارير أمريكية تؤكد أن الرجل طريح الفراش يعاني من انسدادات معوية وألام شديدة وارتفاع في درجات الحرارة. ولأن مجتبى يجهز كل شيء، ظهرت أولى إشارات قفزه إلى الحكم، وذلك عندما استخدمت وكالة أنباء الحوز الإيرانية لقب آية الله لمجتبى خامنئي لأول مرة، وبدأ تقديمه على أنه يتمتع بخبرة 13 عاما في إعطاء دروس متقدمة في المبادئ والفقه الإسلامي. ومن ثم ظهر خطباء الجمعة المحسوبون على مجتبى ليشبهوا مجتبى خامنئي بالإمام الثاني للشيعة، وبالطبع كل ذلك في إطار الدفاع عن فكرة خلافة مجتبى لوالده، كما بدأت وسائل إعلام إيران الرسمية تتحدث عن مجتبى باعتباره العالم والزاهد والمدير والحكيم. أما الهجوم الغربي عليه بحسب إعلام النظام الإيراني فدليل خوف كل الغرب وارتعاده من القائد القوي المقبل. وهكذا يبدو أن رسائل مجتبى ازدادت وضوحا للداخل والخارج بأنه وارث إيران عن أبيه، والأمر ليس إلا مسألة وقت، وهو ما حدا بكثير من الإصلاحيين والمعارضين الخروج عن صمتهم، بينهم مير حسين موسوي أحد قادة الحركة الخضراء، وهو من ذاق من تزوير مجتبى الأمرين عندما أطاح به نجل خامنئي في الانتخابات الرئاسية العام 2009 وظل بعدها في قيد الإقامة الجبرية بأمر من خامنئي. ورغم كل ذلك لم يتراجع موسوي عن كشف مخطط مؤامرة توريث القيادة في الجمهورية الإيرانية، وقد تساءل علانية عما إذا كانت إيران قد عادت إلى النظام الملكي. وبالطبع لم يكن موسوي يتحدث عن مصطفى أو مسعود أو ميسم الأبناء الثلاثة الآخرون لعلي خامنئي لأنهم مشغلون بحياتهم الأسرية، وبالتالي شبه ممنوعين من الحياة العامة بأمر من أخيهم مجتبى.
مجتبى خابنئي مولود في 8 سبتمبر العام 1969 في مشهد. درس العلوم الدينية على يد شخصيات بارزة مثل محمود هاشمي شهرودي وغيره في الحوزة العلمية في قم. لم يظهر اسمه في المشهد السياسي الإيراني إلا في انتخابات الرئاسة العام 2005 عندما انتقد مهدي كروبي رئيس البرلمان الإيراني حينها نجل خامنئي لتدخله في الانتخابات، وذلك في رسالة وجهها إلى والده خامنئي شخصيا. بالطبع فإن الأمر بدأ قبل العام 2005 بكثير، وتحديدا العام 1986 عندما انضم مجتبى إلى جبهة الحرب الإيرانية العراقية في الشلامجة، وأصبح عضوا في كتيبة حبيب بن مظاهر التابعة للبسيج. وحينها كان علي خامنئي والد مجتبى رئيسا لإيران، لكنه لم يكن يتمتع بشعبية بين قادة وجنود الحرس الثوري الإيراني. كما أن فشل خامنئي بالإطاحة بموسوي الذي كان رئيس وزراء بشعبية جارفة حينها أدى إلى خلق بيئة صعبة بالنسبة لابنه مجتبى الذي انتقل إلى فرقة سيد الشهداء العاشرة في كرج، وهناك كون مجتبى عدة صداقات مع أشخاص انتظر معهم لما بعد وفاة الخميني، والاختيار المفاجئ لعلي خامنئي مرشدا أعلى ليشكلوا معا مجموعة تسمى دائرة كتيبة الحبيب. هذه المجموعة قوي نفوذها رويدا حتى باتت نواة الدائرة السياسية والعسكرية الضيقة لمجتبى، وكان من أهم أعضائها عند تأسيسها حسين طائب الذي كان يعمل في وزارة الاستخبارات ولعب دورا بارزا في تلفيق قضايا ضد كل من قد يشكل خطرا على مستقبل مجتبى بحكم إيران. كما أنشأ طائب بضوء أخضر من خامنئي نفسه شبكة استخباراتية موازية داخل الحرس الثوري بهدف إضعاف وزارة الاستخبارات والعمل كهيئة استخباراتية مستقلة لعلي خامنئي وابنه مجتبى. وبمساعدة مجموعة أخرى من المنفيين من وزارة الاستخبارات قام طائب بتشكيل وحدة استخبارات الحرس الثوري. أما بقية أركان حكم مجتبى من خلال كتيبة الحبيب فكانوا العميد حسن محقق معاون استخبارات الحرس الثوري، العميد محمد إسماعيل كوثري النائب السابق لقائد مقر ثأر الله، العميد علي فضلي نائب منسق الحرس الثوري، العميد إبراهيم جباري قائد فيلق حماية المرشد الأعلى حتى العام 2022، العميد حسين نجات واسمه الحقيقي محمد حسين زيباي نجاد قائد مقر ثأر الله، وعلي رضا بناهيان عضو مكتب تمثيل المرشد الأعلى في الجامعات. وهكذا بات هؤلاء الأشخاص الركائز الأساسيين لإمبراطورية نفوذ مجتبى خامنئي الذي استخدمهم لأول مرة بشكل مفضوح عندما حولوا من داخل البسيج نتائج الانتخابات لصالح محمود أحمد نجاد، حتى أن مهدي كروبي المرشح في الانتخابات آنذاك ظهر في فيديو يحتج فيه على تدخل البسيج في الانتخابات واتهم علانية مجتبى خامنئي بالتدخل في ذلك الاستحقاق. ولأن كل خبايا ودهاليز أي حكم في العالم مصيرها الخروج إلى العلن، لم يستطع رحيم مشائي اليد اليمنى لأحمد نجاد أن يخبئ السر في نفسه أكثر، فخرج يؤكد أن مجتبى خامنئي كان يريد أن يكون نائب وزير الاستخبارات، لكن أحمد نجاد عارض ذلك. ولم يمر بعدها أكثر من عامين حتى نجح مجتبى بجعل طائب قائدا للبسيج، وبالتالي باتت سلطته أكبر لمساعدة مجتبى، وهي سلطات توسعت بموجب مرسوم من علي خامنئي عين بموجبه طائب رئيسا لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وبعد علم الكثير من الإيرانيين أن ما طبخ لهم ويطبخ كثير منه يخرج من تحت أيدي مجتبى خامنئي، انطلقت تظاهرات العام 2009 احتجاجا على تزوير الانتخابات ليطلق طائب حملة قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين. في هذه الاحتجاجات سمعت لأول مرة شعارات ضد مجتبى خامنئي وطموحه للقيادة، حيث هتف المتظاهرون مجتبى نتمنى أن تموت قبل أن ترى القيادة. نستمع وإياكم إلى هذه الهتافات. وإذا ما انتهينا من بعض الترتيبات الأمنية والعسكرية التي حاكها مجتبى مع دائرته المقربة ليقفز إلى حكم إيران، لابد من التعريج على الشق الديني عالي الأهمية في البلاد.
وهنا لابد من أن نعود مرة أخرى إلى نوفمبر العام 2009 عندما بدأ مجتبى خمينائي بإعطاء دروس ودورات فقهية متقدمة لخمسة وعشرين شخصا في مكتب خامنئي في قم. ولمن لا يعلم فإن دورة الفقه المتقدمة تعد أعلى مستوى من التدريس في الحوزات العلمية الشيعية، ويطلق على الذين يقومون بتدريس وإعطاء دورات فقهية متقدمة اسم المجتهدين. تذكروا ذلك جيدا، المجتهدين، لأن أي مرشد أعلى لإيران يجب أن يكون مجتهدا وفقا للدستور، وذلك ما تفطن له مجتبى، فنشر مزاعم بأنه يدرس دورات فقهية متقدمة على الرغم من تأكيد السلطات الدينية والعلماء الشيعة بأن مجتبى كان يستغل منصب والده، وهو لم يكن يوما مؤهلا لتدريس ذلك المستوى المتقدم من العلوم الدينية. إلا أن ما فعله مجتبى مفهوم بالنسبة للكثير من المحللين الذين يؤكدون أنه اتخذ خطوة تقدمه إلى مشروع خلافة والده، كما أنه هكذا يكون قد تعلم من خطأ أبيه الذي واجه انتقادات العام 1989 لأنه لم يكن مجتهداً. وبالعودة إلى فترة رئاسة نجاد المتشدد دينياً وسياسياً، يمكن أن نرى الأساس الذي بناه مجتبى ليحكم إيران فيما بعد، حيث سيطرت الدائرة المقربة من مجتبى على العديد من المفاصل الرئيسية في الحكومة، رغم ما كشفته وثائق ويكيليكس من أن الابن الثاني لخامنئي أي مجتبى كان يشارك في إدارة شؤون البلاد على أعلى مستويات. لكن ذلك لم يمنع من أن مجتبى كان على خلاف مع نجاد حين كان مجتبى يدير عمليات تبادل الأسلحة مقابل المخدرات، وتلك العمليات التي كان يقوم بها الحرس الثوري الإيراني مع حركة طالبان. كما أن مجتبى كان الداعم الرئيسي لتقديم السلاح والمال للميليشيات العسكرية الشيعية العراقية تحت إدارة قاسم سليماني، فيما كان أحمد نجاد يتجه نحو القومية ويريد خفض الدعم لها. ومع تصاعد خطر مجتبى على كل الطبقة السياسية الحاكمة، لم يكن حتى والده علي خامنئي بمنأى عن تلك المخاطر. وهنا يمكن أن نسرد حادثة واحدة توضح خوف الوالد من الولد. ففي 12 من نوفمبر العام 2011 أدى انفجار في مستودع ذخيرة تابع للحرس الثوري في بيدغا إلى مقتل 35 شخصا بينهم حسن طهراني مقدم، وهو شخصية مهمة في برنامج الصواريخ الإيراني. بالطبع ليست هنا الحكاية، بل ما كشفته منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد 8 أعوام كان مفاجئا للغاية، إذ أن الانفجار كان عملا تخريبيا، فيما نشر موقع ويكيليكس وثيقة تؤكد أنه كان من المفترض أن يزور علي خامنئي المستودع في اليوم نفسه، لكنه ألغى الزيارة. بعد ذلك التفجير لم يعد خامنئي يثق بأحد، وقد بدأت الشكوك لديه بابنه مجتبى، حتى أنه وجه بإجراء تحقيق مع فريقه الأمني وعلى رأسهم ابنه، خصوصا مع التحذيرات من أن مجتبى قد يستغل العلاقات الوثيقة بكبار قادة الحرس الثوري من أجل التفكير في انقلاب عسكري يوصله إلى السلطة. لكن جراء صعوبة حصول ذلك، فإن مجتبى اليوم ما زال يبني على ما أسس له طويلا، فهو يسيطر على الحرس الثوري من خلال الدائرة المقربة منه، ويتحكم كذلك بكل ما تبثه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية والخاصة، وهو أيضا يختار باسم والده المسؤولين عن وسائل الإعلام في إيران ورؤساء المنظمة كذلك التي تشرف على كل الإعلام الإيراني. وفي وقت يعرف الكثيرون عن مجتبى بأنه يميل إلى التشدد في السياسة الخارجية، يعتبر الرجل أنه أكثر تشددا من والده في بعض النواحي، وهو عراب تقديم الدعم للفصائل الشيعية المسلحة التي تدعمها إيران من العراق إلى لبنان واليمن وسوريا. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو ضلوعه بشكل رئيسي في إحدى أكبر قضايا الفساد في إيران، والتي استفاد منها فيلق القدس، حيث شهدت السنوات الأخيرة محاولة شخصيات قريبة من بيت علي خامنئي تصوير نمط حياة بسيط لخامنئي وأبنائه. وهنا يمكننا أن نعود إلى العام 2018 عندما ادعى رئيس مكتب المرشد الأعلى بأن أبناء خامنئي الأربع هم يعيشون في منازل بالإيجار ولا يملكون منازل خاصة بهم. ولم يتوقف هنا، بل زعم أيضا أن أبنائه إذا استخدموا آلة التصوير في مكتب خامنئي يدفعون ثمنها كي لا يكلفوا خزينة الدولة،
في وقت تتحدث وثائق مسربة عن أن مجتبى وزوجته زهرة وحتى شقيقه مصطفى جميعهم متورطون بكثير من قضايا الفساد، بينما يتولى والد زهرة زوجة مجتبى حداد عادل تلميع صورتهم عبر المناصب الكثيرة التي يتولاها اليوم في إيران، حتى أن لقب حداد عادل بات أبو المشاغل، وذلك لتوليه 25 منصبا منذ تزوج مجتبى من ابنته العام 1998. ففي يناير العام 2013 نفى حداد عادل في مقابلة له صحة الأخبار المتعلقة بنقل مجتبى لشاحنة محملة بالذهب إلى تركيا، رغم أن تركيا أعلنت رسميا العام 2009 عن ضبط شاحنة قادمة من إيران تحمل ذهبا وعملات نقدية بقيمة 18.5 مليار دولار. ووفقا لوثائق نشرتها ويكيليكس مستشيرة بأحد أفراد عائلة محمود طلقاني وهو أحد الشخصيات البارزة في الثورة الإسلامية، فقد استثمر كل من مصطفى ومجتبى خامنئي نحو 10 مليارات دولار في الصناعة الثقيلة في جنوب أفريقيا، كما تورط مجتبى خامنئي إلى جانب حسين طائب في عمليات فساد مالية كبيرة أشهرها فضائح مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في إيران. أما على مستوى الحياة الشخصية، رغم ما انتشر من أخبار أخرى مثيرة للجدل حول مجتبى خامنئي تتعلق بمسألة إنجابه وسفره إلى بريطانيا لتلقي العلاج، إلا أن لديه اليوم 3 أبناء هم محمد باقر، محمد أمين وفاطمة. وبالطبع ليس هذا ما يهم الإيرانيين الآن، بل ما يؤرقهم أن علي سيرحل ومجتبى سيأتي ليبقى خامنئي.